كانت منذ الطفولة ديالي يعني ما قبل الابتدائي اكتشفت راسي براسي اكتشف بأنني كنحب الفن وعز عليا الراس من سميتو بقيت كنطور يعني الفن ديالي سنة من بعد سنة من بعد مريت السنة السنوات الإعدادية عملت معرض فردي من بعد بديت كنشارك في المسابقات المهرجانات بالفنون التشكيلية شاركت يعني في العديد من المهرجانات الوطنية الجهوية الإقليمية من بعد شاركت في المهرجانات الدولية والعربية المعارض العالمية وفزت بالعديد من الجوائز بين الجوائز الأولى إقليميا أولى جهوية الرابعة وطني الأولى عربيا 10 أجمل لوحة عربية دولة الأردن ميدالية ذهبية بدولة السعودية عملت كثير من المشاركات خارج الوطن عندي بالنسبة للمشاركات ديالي المستقبل عندي معرض فردي بمدينة ملاقا إسبانيا شهر 6 مشاركة في شهر 7 مع جمعية لابالا ديمون في باريس بفرنسا شهر أواخر شهر 11 معرض عالمي بدولة كوريا الجنوبية بالنسبة لهذه المشاركات ضمن المشاركين عندي هذه السنة اللي كاينين دابا وإن شاء الله حنا ديما كنخدامين وكنبحثوا وكنزيدوا إن شاء الله يكونوا مشاركات أخرى وهذه السنة الأخيرة كنبني تقريبا على يعني مشاركات خارج الوطن ومعارض فردية خارج وداخل الوطن إن شاء الله وشكرا السلام عليكم. Thank you.